هلو، مساء الخير عليكم. انا النهارده في عياده الدكتور محمد نبيل، دكتور العلاج الطبيعي. طبعا انا يعني طلعت النهارده عشان عاوزه اكلمكم شويه. انتوا اكيد شفتوا بوست ليا مع الدكتور، وكان في ناس كتيره قوي قعدت بتسال سناء انت كويسه تعبانه مش عارفه ايه. لا انا مش تعبانه، بس كان عندي مشكله بسيطه في رقبتي بسبب ان انا في الجيم يعني شلت حاجات تقيله وعملت حركات غلط وكده. بس البركه في الدكتور بعد ربنا انه بسرعه يعني ظبط لي الموضوع. بس النهارده عايزه اقول لكم على حاجه، انه كان ليا صاحبتي امتنتي عندها مشكله جامده في ظهرها، غضروف وكده. وطبعا لفت دكاتره كتير، خلاص اغلب الدكاتره قالوا لها ان انت لازم تعملي عمليه تدخل جراحي، وطبعا كلنا كنا قلقانين عليها. بس الحمد لله لما جيت هنا عند دكتور محمد نبيل والتزمت وعملت جلسات، دلوقتي بقت زي الفل. وحتى بعد ما خلصت الجلسات بتاعتها عملت الأشعة وكده، فالدنيا ظابطة الحمد لله. احنا لما نيجي نعمل جلسات علاج طبيعي مش بالضرورة ان احنا نكون تعبانين او بنشتكي بحاجة معينة او حاجة تكون عندنا حاجة كبيرة، لا. يعني مثلا انا لما جيت للدكتور بعد ما خلصت الجلسات على موضوع رقبتي والحمد لله اتحسنت، بقيت باجي كل فترة باجي للدكتور. ليه؟ لانه طبعا احنا ابن ادم يعني جسمه بيبقى محتاج صيام، يعني احنا بنتعب بنروح جيم، ممكن الفقرات تضغط على بعض، ممكن يحصل مثلا احيانا حاجة في العضلات بتاعتنا بحكم ان احنا مثلا يعني انا كممثله بنوقف كتير، يعني احنا بنقعد اكتر من 12 ساعه احيانا واقفين قدام الكاميرا، فده بيأثر طبعا على الظهر على الرجلين على الرقبه على الكتاف على كله. فانت لما بتيجي تعمل جلسات علاج طبيعي انت كانك بتعمل صيانه لجسمك. عشان كده انا يعني ايه بقول انه بجد يعني الحياه احلى لما تكون مع العلاج الطبيعي، لانه كلنا بنحتاج صيانه من فتره لفتره ونعمل تشيك اب من فتره لفتره لجسمنا ككل.